هذا ليس مخيفا. خطاف الصياد ابتعدوا عن الأرجوحة. أيها الحمقى. أمسكهم الصياد وسيصنع منهم أعواد السمك. لنشاهد هل انتهى الجزء المخيف. انتظر سأختلف النظر. أنا لن أتركك يا جينيفر. الوداع يا عزيزتي. الصياد. ماذا فعلتما أنتما الاثنين؟ آسف 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 آسف. سيلتقي الأحمقان بالصياد الحقيقي. سيكون الأمر ممتعاً. مرحبا، من هنا؟ ما هذا؟ شيء ما علق. انتظر لحظة. نعم هنا، إلى اليسار. نعم هنا، هنا تماما. نعم هنا. الصياد. ربما لم تكن فكرة جيدة. سبونج بوب، سبونج بوب، انهض، إنه هنا. من هنا؟ انتظر سأحضر مشعل. وجهك. هكذا. والآن من هنا؟ هناك أحد. قلت هذا. نعم، الصياد هنا. الصياد؟ الصياد. أنصتوا إلى الأحمقين، يا لهما من عجيب الفائدة. يجب أن أتوقف، لكن الأمر ممتع. من السهل إخافتهما. بسرعة لننزل الباب. هذا أسهل مما توقعت. هل هذا كل شيء؟ ماذا عن هذا؟ إلا سريع. هل سيمنعه؟ أتمنى ذلك. ربما إذا لم ننظر إليه سيختفي كما فعلنا في السينما. أنا الصياد القاتل. أعتقد أنها النهاية. أنا حقا لا أريد الموت هكذا. تفضل فلنتبادل. يا فكرة جيدة. لنجربها. لتتفضل. وأنت تفضل. كيف نبدو؟ نعم. سوف نتحول إلى صانع السمك. إنه يلتهم شفي. إلا صديقنا المقرب، يجب أن ننقذه. حسناً، استعد الآن، ستنطلق بعيداً. وانطلاق. سننتقم منك يا صياد. لا تخف يا شفيء، سنخلصك من هذا الوحش. لنهرب من النافذة. حسناً، تخلصنا منه. أنا سأقتلكما. اهدأ، لا داعي للشكر. فعلنا ما نفعله من أجل أي صديق. لا سبب للخوف من هذا الوحش الآن. حسناً.
أحسنا يا فتى، هيا إلى العمل حتى أقلل أجرك لإضاعتك هذه الشطيرة. سبونج بوب، سأبقى هنا لفترة، إنه يوم لطيف. هراء يا فتى، فقط انزل إلى أسفل. لا أنا بخير. سبونج بوب، أمرك أن تنزل حالا. اطمئن، سأنزله بأحدث اختراعاتي، الحذاء المتمدد. فقط اضغط هذا الزر و... آسفة، لم أختبر كل شيء بعد. أي أحد آخر لديه فكرة؟ لا بأس، سأنزله. هاي سبونج بوب، ما الذي تفعله في الأعلى؟ هنا، هيا ننزل للأسفل الآن. شكرا يا بسيط، لكن تقدم عنك، أنا لا يمكنني، المكان مرتفع. اطمئن يا سبونج بوب، صديقك بسيط لديه خطة أخرى لينزلك من أعلى. حقا؟ أكيد، فقط افعل ما أفعله. لا تهتم يا بسيط، سأبقى حيث أنا. جميعا مؤكد يمكننا التوصل الى شيء ما لا يتضمن العنف او اعادة المال. انظروا في الخارج، انها تمطر سلطة برجر. امان، واحد سلطة برجر ومشروب من فضلك. قلت ومشروب. هذا بارد، دفعت ثمن وجبة ساخنة. لا ربما لو صعدنا نحصل على وجبة ساخنة. إلى السقف. هيا هيا، سأفسح مكانا هنا. إنه جميل يا فتى. نعم جميل جدا، لكننا بعد أن أصبحنا في الداخل بدأت أشعر بالملل. لا يمكنكم الشعور بالملل بينما يوجد رقص. يا نحن لم نعد على السطح. لا أصدق أني تركتك تقنعني بهذا. هيا الآن يا سيد شفيق، تقديم الطعام طريقة رائعة للجني النقود الإضافية، أقصد جني الكثير. أي أفكار؟ كيف هذا؟ ممتاز، الآن اخرج إلى هناك وأطعم باقي الصغار. يبدون جميعا مليئين بالجراثيم. بالطبع مليئون بالجراثيم، إنهم صغار. لماذا تظن أني أرتدي هذا الرداء المطاطي؟ حسنا، أنا سوف أدخل. سلطة برجر، سلطة برجر. أنت هكذا تلوث الطعام، خذ واحدة. لقد لوثت كل الطعام. يا صغار، أنا لا 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 لا.
لم أدفع لك حتى تلعب الغميضة. هؤلاء الصغار يريدون أن تسليهم. انزل إلى هنا. أريد حيوان بالون. صخرة. حسنا يا فتى حفل الميلاد، تأرجح على البنيات يا بني. لا تضرب مستر سلطع، إنها البنيات ما تريده يا بني. نقودي، هل أبدو لك كالبنيات يا فتى؟ نعم، أمسكوا. أعلى، هيا أعلى. لا تنسوا أن تخلعوا أحذيتكم قبل القفز. يجب أن نخرج من هنا، هؤلاء الصغار مجانين. لقد مزقوا رأسي. فلنأخذ استراحة يا مستر سلطة. كاكا تهدي ميلادي. كاكا. هيا يا رجال، هيا نهو. لحسن الحظ أنه عثر على التذاكر. نعم، لسوء الحظ، أعني لحسن الحظ، لحسن الحظ حقا. ها هي، الصف طويلا. وجدتها، لنركب أراجيح الأطفال الصغار البسيطة أولا. وبعدها ستبدو قبضة الألم أكثر متعة. نعم. هل تصدق أن هناك من يخافون ركوب الأراجيح؟ نعم، الصغار فقط يخافون من هذه الألعاب. لا أصدق يا بسيط، إنه القفاز. قفاز، اذهب وسألتقط لك صورة معه. اقترب يا بسيط. هيا اقترب. هكذا، أكثر قليلا. هيا أمسك إصبعه، ابتسامة عريضة. كيف أبدو؟ أبدو رائعا. القفاز الآخر. أعني القفاز. إنها أرجوحة للصغار. نعم، لنركبها ونرى كم هي للصغار. أن الأرجوحة كانت قوية على الصغير. تسبب هذه الأرجوحة البكاء والصراخ، فقدان الذاكرة، الغثيان، بعض الحوادث، وآلاما في المعدة، والإسهال السريع. هذا كل شيء. لا يهم، فعلت هذا كله هذا الصباح. النداء الأخير لأرجوحة قبضة الألم. حسنا، هيا يا بسيط. هيا لنركب إلى قبضة الألم. أنت أولا. نجحنا. نعم. لتبقى الأيدي والأرجل داخل العربة طول الوقت هكذا. هكذا. والآن وقع على إخلاء مسؤولية عالم القفاز من أي شيء يصيبكما. حسناً، شرفتم أنا. بعد 10. سننطلق يا بسيط. 9. 8. نجحنا. 7. 6. لا نشعر بالخوف. 5. 4. لسنا مثل الصغار. 3. 2. نحن شجعان. نواجه بعض الأعطال الفنية. هذه الأرجوحة تواجه الأعطال دائما. آسف يا شباب، ربما المرة القادمة. بسيط،
سأعترف لك بشيء، كنت خائفا من ركوب الأرجوحة. وأنا أيضا لم أعرف كيف أخبرك لأنني لم أشأ أن أخذلك. وأنا لم أرغب في أن أخيب ظنك، لكن الآن انتهت مخاوفنا، تعطلت الأرجوحة. نعم. ها انتظر، إنها تعمل. استمتع. بسيط، لقد عادت مخاوفنا، تخيفني. الوداع يا بسيط. الوداع يا سبونج بوب. انتهى، يمكنكم النزول. نجحنا، تغلبنا على مخاوفنا، توقفنا عن البكاء، تغلبنا على قبضة الألم. انتظر لحظة، نسيتم شيئا. عمودي الفقري. لنركب مجددا. نعم، الطريق أمان. ادفع يا سبونج بوب، ادفع. ادفع يا فتى بقوة. حسنا يا سبونج بوب، أعطني يدك. هكذا يا فتى، استعد الآن. شكرا بسيط، لقد نجحنا. هذا مدهش حقا، لن يفسد الأمر شيء. بسيط، هل هذا أنت؟ ماذا؟ قلت هل هذا أنت؟ لا أستطيع سماعك، المكان مظلم هنا. لا تخف، سأستخدم الرؤية الليلية. الرؤية الليلية؟ نعم. منذ متى لديك هذا؟ هل تتذكر المصباح الذي علق في أذني؟ نعم. حسناً، أعتقد أنه قد وصل إلى عقلي. أترى؟ فرغ شحن البطاريات. المكان مظلم، المكان مخيف. اهدأ صاحبي، لنبحث عن زر الإضاءة، لكن اتركني أولاً. نعم، صحيح يا سبونج بوب، سوف أتركك لتبحث عن زر الإضاءة، وكل شيء سيكون على ما يرام. نعم، انظر حولك يا سبونج بوب، نحن محاصران باللعب التي تريد أن تلتهمنا. هل سنختبئ هنا بقية حياتنا؟ لا. هل سنذهب إلى حمام الفتيات؟ لا، سنقف ونقاتل وسوف نفوز. كان هذا ممتعاً، هيا نتنكر في زي أميرة جميلة. مستعد بسيط؟ نعم، هيا نقاتل. آه.
بعدك يا أعرف أنا شخص لطيف. مفتوح الآن، استعدوا للاستمتاع بوقتكم معنا. عيني! أنصتوا إلي يا أطفال، أتمنى أن تمروا بالتجربة السيئة داخل متجر اللعب. إنه مفتوح. أحب اللعاب. لا يمكننا الأكل لما نحن هنا. ببساطة يا صديقي، في هذه الليلة يجب علينا أن نتواصل مع غير الأحياء. أنا أحضر لجلسة. هل يمكننا أكل بعض الأثاث؟ لا. أيتها الأرواح المنتشرة حولي، أعلم أنك هنا. يجب علي أن أطلبك للحضور الآن بقراءة العبارات السرية ببعض الخل، الماء، وحبوب الخردل الجيدة، ملح، توابل، فلفل، مكسبات الطعم. أنا أعرف جيدا بعضا من هذه المكونات السرية. يجب الآن أن يظهر متجر قطع اللحم المميزة. متجر قطع اللحم، لكن أين صاحبه؟ راستي برجر. أها راستي؟ وحش ضخم. كنت أظننا سنلتقي بمهرج. سأذهب الآن، سأحضر النجدة. أبعدني عن هذا المخيف. يعني مخيفا لكن بشكل لطيف. حسنا، لأتخلص من هذه العصابة. حان وقت العمل. يا راستي، لما لا تخبرني عن مكونات وصفة الشطيرة؟ حسنا، أنا لم أفهم شيئا. لما لا تكتب لي وصفة شطيرة الحبوب؟ نعم، أنت شبح. لما لا تريني كيف تعدها؟ يا راستي، لديك أشياء كثيرة. أين الخبز للشطائر؟ التوابل؟ الحبوب؟ شطيرة حبوب مصنوعة من الخشب؟ لا أصدق. ورنيش؟ تريدني أن أتذوقها؟ حسناً. رائحة الورنيش. لابد أن هذا مذاق فمي. هل هذه؟ إنها شطيرة الحبوب. يا رفاق انهضوا، لقد حانت شطيرة الحبوب. من الأفضل أن يكون هناك سبب لإيقاظي يا فتى. هل هذا سبب كافٍ؟
آسف يا سبونج بوب، هذا هو الجزء حيث أبدأ في الهرب ثانية. لا أعرف أين أذهب، سأجري حول المطعم بشكل مستمر. يبدو أن سبونج الأحمق حاول أن يتصل بالأشباح. لا بأس، هيا أيها المزعجون، سيقوم سلطع بتنظيف المكان الآن. هيا ابتعدوا، وقت الذهاب. من حيث جئتم. أهلا مستر. لا تعقد جلسة أشباح بدون استئذاني، لأن الأشباح مثل الأقارب، إذا حضروا لا يرحلون أبدا. ها أنا قادم يا دودي. وأنا ثم سنلعب اللمسة وسنبني بيوتا من البطاقات. عدنا يا دودي. دودي دودي دودي، أين دودي؟ ما هذا الشيء؟ لا بد أنه في الداخل. أعتقد أن مكروها أصاب دودي، ترك شريط أفضل صاحب. شيء. لا أعرف يا بسيط، لكن أياً كان لابد أنه التهم دودي. لماذا يحدث هذا لي دائماً؟ بسرعة يا بسيط، يجب أن نهرب. بسيط يسد علينا المخرج. ماذا الآن؟ نحن محبوسان مع الشيء الذي التهم صاحبنا. لا داعي للهلع، يجب أن نبقى معا. تذكر، اثنان ضد واحد. صح يا بسيط؟ بسيط التهم بسيط. بسيط أنت حي حقا؟ بسيط لن نترك هذا الوحش الرهيب في منزل ساندي، قد يلتهم الحيوانات أو أسوأ، قد يلتهم الباقين. لا، قد يلتهم ساندي، يجب أن نخرجه. تأمل هذا الوحش الكاسر. وحش. يبدو مسالما. إنه لطيف، يذكرني بالنقود. وحش. شفيق. مستر سلطع. التهمهما وهرب، أولا دودي ثم شفيق ومستر سلطع. التهم الوحش الطائر ثلاثة من أصحابنا، يجب أن نبلغ المواطنين. الشر قد انتشر، مستقبل قاع الهامور بين أيدينا، لننطلق. هاي هاي كابتن. حسناً يا بسيط، هذا وضع دقيق ويجب أن نتعامل معه بكل حرص وحساسية. فهمت. اهربوا اهربوا جميعاً. جميعاً. Thank you.
المكان. أين ذهب الجميع؟ مرحبا يا دودي، لقد تطورت قبل موعدك. هذا هو مكانك المناسب. أهلا سبونج بوب. أمسكت ساندي بالوحش. لم أعرف أنهم سيفتقدونني. ربما يجب أن أسافر مرات أكثر. الإشارة معطلة. من قال إن مهام المراقب يجب أن تنتهي لأن الجلسة قد رن؟ يمكنني أن أساعد في أي مكان. هذه مهمة مراقب الدور. ماذا تفعل البلدة من دون سبونج بوب؟ أتفقد المكان، أتفقد المكان. نافذة مفتوحة. المزيد من العشب. الحمقى، لقد تركوا أنفسهم عرضة للخطر. يجب أن أريهم خطأهم من خلال التجربة. أنا مجنون النافذة المفتوحة. علمتكما درسا لن تنسيا. مساء الخير يا فتى. تحية للزملاء. اسمع، نبحث عن مجنون. هل رأيت هذا الرجل؟ إنه المجنون. أبعده عني، أبعده عني. اهدأ يا فتى، إنه رسم ليس الشخص الحقيقي. سنعرض عليك الصورة مجددا، وعليك أن تخبرنا إن كنت رأيته. نعم. حسنا. رهيب. إلزم المنزل يا فتى وانزع هذا الكوز عن رأسك. كوز. سبونج بوب، أجبني. سبونج بوب، أجب. سبونج بوب هنا، تكلم. لم أعد أرغب في أن أكون شرطيا، إنني خائف. تماسك أيها المساعد. مجند مسكين، إنني في الطريق إليك. أسرع يا سبونج بوب، أظن أن الظلام قد حل. أطلق صفارة الإنذار، لن أتأخر. ويو 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 ويو. ويو ويو ويو. سبونج بوب، إنني أرى. عند تقاطع المحارة والشعاب. أنا أيضا هناك. إنهم في مكان ما هنا. ماذا يفعل؟ يقف هناك فحسب. يهددنا. أخرج من عندك يا سبونج بوب. هذه هي صرخته المجنون، يستعد للهجوم. إنه يتصرف بجنون. اجري، اختبئ خلف هذا المبنى. بسرعة، اختبئ خلف لافتة في الطريق. ذهب المجنون للتو خلف لافتة. بسرعة، تحت إشارة المرور. لا، انتظر، إنه هناك الآن. اهرب من جلدي. كرر ما قلته الآن. المجنون في صندوق البريد. إن هذا الفتى لا يبدو مجنونا. ما هذا؟ أنا المجنون. أوه!
سنعتبر هذا اعترافا. سبونج بوب سكوير بانس، عثرت عليك. تغيب عن نظري دقيقة واحدة وتدمر نصف المدينة. يجب أن تخجل من نفسك. تعرفين هذا الفتى؟ بالطبع أعرفه، أنا التي أعطيته هذا الزي في المقام الأول. إنها مسؤوليتي. سادي، النجدة يا سادي، أنقذينا. يا أصدقاء، إهداء، أخبريني ما حدث. يطاردنا أنا وسبونج بوب وحش شرير. يريد أن يلتهمنا. لن يفعل. هذا الفتى الصغير، إنه صرصور صغير لا ضرر منه. إنه كائن أرضي مثلي تماما. لابد أنه قد ضل طريق لن يؤذيكما. انظرا، هيا نعدك إلى منزلك أيها الصغير. انطلق. لم يكن هناك أي داع للخوف يا أصدقاء. ليس لدي الوقت لهذا، تأخرت على مخيم التدريب. مخيم التدريب على البقاء، نحب المعسكرات. هل يمكننا المجيء؟ هذه ليست رحلة عادية إلى مخيم. سأنطلق في البرية مسلحة بيدي العاريتين وسرعة بديهتي والرمح وكمية من الديناميت. يعجبني المكان هنا، إنه فسيح وأفضل شيء لا أحد يزعجنا. ثئران، سنبقى هنا الليلة ونعود إلى المنزل غدا. المنزل؟ هذا منزلكم الجديد، ستبقيان هنا إلى الأبد مثلي تماما. أوقات سعيدة. بسيط. سبونج بوب، يبدو أنك جائع. هذا صحيح، أتذور جوعا. يمكنني التهام أي شيء. يمكنني التهام إسفنجة. بالكعك، كنت سأعطيه قطعة من الكعكة التي معي، إنها محشوة بكريمة لذيذة. هناك رائحة زكية. ماذا تعد يا سبونج بوب؟ سأطبخك أنت وألتهمك. لماذا تريد أن تأكلني؟ أنا أعرف ماذا تفعل. تلعب دور الأحمق، لكن هذا لن ينجح، لأني سألتهمك قبل أن تفعل. إلا إذا التهمتك أولا. هذا لن يحدث. أين ذهب؟ أخرج إلي يا بسيط، لن تختبئ للأبد. ما هذا؟ ماء دافئ؟ بدوت متوترا فأعددت لك حماما ساخنا. شكرا يا بسيط، فقدت أعصابي أليس كذلك؟ نسيت خرز الماء. شكرا يا بسيط، أنت صديق مخلص. خرز مريب الشكل، يشبه الجزر. جزر؟ ستعد حساء مني. غير صحيح، كنت أعد وجبة شهية. أشعر بالتعب. لما لا تنام قليلا على هذا الفراش الناعم؟ هكذا سأغطيك بهذه البطانية وعليها بعض الصلصة. هذا ليس فراشا. انتظر، عد هنا، انتظر كي ألتهمك. أعدي لي هذه الصلصة. لا، أمسكتك. لا، أمسكتك. أمسكتك.
أهنئكما، نجحتما. ماذا تعني؟ تستحقان نيشان البقاء بالطبع، وحده الشخص القوي الذي ينهار ويقدم على التهام أفضل أصدقائه. وما يهمك إذا كنا أقوياء؟ لأنني لست طائرا مائيا. أنا ساندي أمور، خبيرة البقاء في البرية. ساندي، لم يكن سقوطكما من الشاحنة حادثا، كنت أختبر مهاراتكما في البقاء. دبرت هذا؟ نعم، يسعدني أنكما نجحتما. ها هي نياشين البقاء.